الوسط الفني الفترة دي مليان بأحداث مهمة جدا، ويمكن مهرجان التسوق بدبي مسيطر على الأحداث، خصوصا بعد ما أحيت الفنانة أحلام والنجم محمد عبده حفلة امبارح السبت، حقق نجاح كبير وضخم جدا، خصوصا ان البعض قال ان ده لقاء الملكين او لقاء السحاب الخليجي بين نجمين من اهم نجوم الغناء الخليجي. حب قلبي شوفتي له كل ليله، ضاع دربي ما لقيت الا دليله. حب قلبي شوفتي له كل ما لقيت إلا دليلة. هو يحس فيني وهو مثلي وحيد، وما لي إلا شفته لو من بعيد. هو يحس فيني وهو مثلي وحيد، وما لي إلا شفته لو الفنان اللبناني رامي عياش بعد ما احيا حفله مهمه جدا في مصر اول يناير سافر لبنان وركز على مشروعاته الخيريه، واطلق حمله خيريه اسمها خلي سلاحهم العلم بترعاها جمعيه عياش للطفوله اللي بيملكها رامي، وهدفها دعم المشروعات الانسانيه لصالح الطفوله والتكفل بتعليم 500 طالب من الفقراء. حبيتك انا ضل اتذكر هالكلمات، حبيتك انا حبيتك انا، مش حلوي منك بالذات اتعذب انا، لاني انا ما في شي لك لحظات من قلبي أنا يا قلبي أنا. لا تنسى دموع الليلات حبيتك أنا. ضل اتذكر هالكلمات حبيتك أنا حبيتك أنا، مش حلوي منك بالذات اتعذب أنا، لأني أنا ما في شي لك لحظات من قلبي أنا يا قلبي أنا. لا تنسى دموع الليلات حبيتك. المطربة مي سليم بتحضر لأعمال كتير قوي الفترة اللي جاية، وبتحضر ألبومها الجديد اللي اختارت معظم أغانيه. تفاصيل كتير هنعرفها من مي اللي خسرت عربود باللقاء ده.
كمطربة أنا عارفة إن أنا مقصرة وعارفة إن أنا بقالي بعيد، لكن الظروف برضو ما كانتش مساعدة. سعيدة جدا إن أنا بقدم ألبومي مع شركة كبيرة، وأتمنى إن شاء الله إن إحنا نكون النجاح ده موفق بيننا إحنا الاتنين. هم إضافة كبيرة قوي ليا، وأنا إضافة أتمنى إن أنا أكون إضافة ليهم. بحترمهم وبحبهم، وبقول أنا متفائلة بالشغل معاهم، وشايفة إن شاء الله إن إحنا اجتهدنا إحنا الاتنين، فأكيد لكل مجتهد نصيب زي ما بيقولوا. اتمنى ان شاء الله ان الاغاني اللي احنا عاملينها في الالبوم تعجب الناس، فيها نضج فني كبير. نجوم كتير قوي اشتغلوا معايا في الالبوم ده، وفي ناس لسه في بداياتهم، بدايه كشغل معايا انا كمعي. اتمنى ان شاء الله يكون وش الخير عليهم، وان احنا نوصل للناس بالاغاني اللي احنا بنقدمها. الجمهور لما بيشوفني وبيشوف الشخصيات اللي مقدمها، وما اكيد الجمهور جمهور ذكي، ما بعرف كويس قوي ان دي مش مي سليم، دي شخصيات بعيده عنها خالص. وعارفين كويس قوي ان احنا بنبقى بنقدم شخصيه عشان يعني بنجتهد فيها عشان نوصل لهم. ولما انت بتلاقي حد يقولك انت عيطتيني هنا، انت زعلتيني هنا، انت ضحكتيني هنا، فبتحس ان مجهودك ده وصل للناس، وان انت قدرت توصل للناس بالشخصيه، يعني توصل بالشخصيه للناس عشان الناس توصل، سواء دي كانت شخصيه خير او شخصيه شر او شخصيه فيها رساله معينه، فانت بتعرف ان انت وصلت للناس، فبتقول الحمد لله. حرام عليك يا يوسف، لازم تسمعني. اوعي اسمح سيبيني في حالي. أنا ما صدقت لقيت حد يفهم ويسمع. سمعت وشفت كل حاجة بعينها يا سماح. بس اللي أنت شفته النهاردة ده والله العظيم غصب عني. ولما سبتني كان غصب عنك، ولما اتجوزتي عليك كان غصب عنك، ورميتي في السجن كانت غصب عنك برضو. لا ما كانتش غصب عني، بس أنت أكتر واحد عارف علي وسخته. الوسخ ما بيتلمش غير على الوسخ اللي زيه. عمرك ما كنت قاسي كده. علي باعني زي ما باعك، طلقني وانا في مصر، خطف ابني. ابنك تخلفت من علي يا سماح؟ مصطفى. جيت هنا عشان ادور عليهم، اتشحطت ونمت في الشارع، ما بقتش عارفه اعمل ايه. كنت عايز نعمل ايه؟ اي حاجه. كنت
بتعملي اي حاجه ما عدا انك تعري لحمك. اتمنى اكون في 2015 متجدده في الاعمال، يعجبكم الشغل، يعجبكم الالبوم، واتمنى ان شاء الله ان سنه 2015 يكون فيها نضج فني اكتر من 2014، وان شاء الله اكون قد مسؤوليه الجمهور اللي بيتفرج عليا في البيت. لو كنت باخد من وقتكم عشان تتفرجوا عليا اكون بحمل رساله مهمه بتوصل لكم. انا علشان سكتان وفكرني خلاص نسياله، هو في حد جراله ما جرالي بيرضى في حاله، ده انا لو اقول عداله كم واحده يقول اعداله، على واحده ما فيش على باله غريني بقت خناقه، يعني باي طريقه مش عايزه تكون له صديقه، واعمل نفسي بريئه قال خايفه يحس بضيقه، لا ده انا لسه جريئه مش هسمح ولو بدقيقه، يا ترى ايه حكايه خطوبه حسن الرداد وايمي سمير غانم وخناقه فيفي عبده وسمية الخشاب؟ ده اللي هنعرفه، استنونا.